بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. مع غروب شمس اليوم أيها المسلمون دخلت أعظم أيام الدنيا كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرج البزار وأبو يعلى بسند صحيح: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وفي الحديث الذي أخرج الشيخان: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، وهي التي أقسم الله بها جل جلاله في قوله: وليال عشر. هذه أيام عظيمة أمة الإسلام، أيام عظمها الله، ومن عظم الله عظم ما عظم ربه سبحانه وتعالى. وحق علينا أيها الكرام أن تمتلئ قلوبنا منذ هذه الساعة الأولى من أولى ليالي شهر ذي الحجة، أن تمتلئ صدورنا تعظيماً لهذه الأيام والليالي، تعظيماً يحملنا على أن نكون أكثر اغتناماً لأوقاتها وتوظيفاً لساعاتها ودقائقها، فإنها نفيسة والله. وأن لا يستقل أحدنا أيها المباركون حسنة يودعها في صحيفته في هذه الأيام، تسبيحة وتهليل وتكبير وتحميد، وآية من كتاب الله، وصدقة ولو بالقليل، وصيام ما تيسر من هذه الأيام وقيام لياليها. كان سعيد بن جبير سيد التابعين رحمه الله يقول: لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر، تعجبه العبادة فيها وقيام الليل. وكان يجتهد في هذه العشر اجتهاداً حتى ما يكاد يقدر عليه. أدرك السلف رحمة الله عليهم أن هذه الأيام لا يعدلها من أيام السنة شيء، ولا حتى ليالي العشر الأخيرة من رمضان. تلك وإن كان فيها ليلة القدر خير من ألف شهر، فهي ليلة مختبئة بين عشر ليالٍ، لكن بين يدينا الآن أيام وليال كلها خير وبركة. فيها يوم عرفة خير يوم طلعت عليه الشمس، فيها يوم العيد أعظم الأيام، يوم النحر ثم يوم القر كما قال عليه الصلاة والسلام، وفيها تشهد الأمة حج بيت الله الحرام. وأنتم أيها المباركون جئتم وفوداً على الله وقصدتم حج بيته الحرام، وتدركون أياماً فاضلة في جوار كعبة الله المعظمة، فقد حزتم والله شرفاً من كل الجهات. فلا يرى الله أحداً منا هذه الأيام والليالي إلا مجتهداً في الطاعة، مقبلاً عليها، مستكثراً من الحسنات. الحسنة هذه الأيام عظيمة عند الله، فاجتهدوا وفقكم الله. ثم اجعلوا من العمل الصالح الذي تتقربون به إلى الله في هذه الأيام هذه المجالس في طلب العلم، فإنها من العبادات والقرب التي يحبها الله. ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، ومن جلس مجلساً يبتغي فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة. هذه المجالس فاضلة، وطلب العلم عبادة، بل قال الزهري رحمه الله: ما عبد الله بمثل الفقه في الدين. فاجعلوا من نياتكم في هذه المجالس أنها من العمل الصالح الذي تتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى، تعلمون به حكماً من شريعة الإسلام، وتدركون به الفرق بين الحلال والحرام، وترتقون بها خطوات إلى الجنة، بلغنا الله وإياكم أعلى درجاتها. ثم إنه هذا ثاني مجلسي الحديث عن الدماء المشروعة في الحج، وقد تقدم بكم البارحة مدخل فيه بعض المقدمات، والحديث عن الأضحية فيها تتمة بقيت من مجلس الأمس نكملها، ثم نشرع في باقي الدماء المتعلقة بحج بيت الله الحرام. تقدم في التنبيهات أيها الكرام أن الأضحية المشروعة بشروطها المعتبرة لا بد أن تكون مملوكة للمضحي، ولا بد أن تبلغ السن المعتبرة 5 سنين في الإبل، وسنتان في البقر،
وسنة في الغنم، ويجزئ في الظأن الجدع وهو ما تم له نصف سنة. وتقدم أيضا أنه لا بد في هذه الأضاحي أن تكون سليمة من العيوب، لا عوراء ولا عرجاء ولا كسيرة ليس لها مخ، ولا مريضة بين مرضها، ولا هزيلة بين هزالها. فإذا سلمت من العيوب أجزأت إن استكملت الشروط المعتبرة الأخرى. ومن التنبيهات أيضا أن الذبح كما تقدم بكم في يوم العيد ويومان بعده على الأحوط، وثالث الأيام على قول بعض الفقهاء، يجزئ فيها الذبح ليلا ونهارا، والذبح يبتدئ من بعد صلاة العيد يوم الأضحى. وينبغي أن تكون أجرة الجزار من غير الأضحية التي تذبحها عبد الله، فإنه قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما قال: أمرني أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. فرفض عليه الصلاة والسلام أن يعطي الجزار أجرته من اللحم في الذبيحة. لكن لو كان الجزار فقيرا ومحتاجا، أو صديقا بينك وبينه صلة، فأعطيته أجرة ذبحه ثم ناولته من اللحم صدقة إن كان فقيرا أو صلة إن كان صديقا فلا حرج، لكن لا تجعلها أجرة له على ما قام من ذبح وسلخ وقطع للحم. من الأحكام المهمة أيها الكرام فيما يتعلق بالأضحية مسألة قص الشعر والأظافر ابتداء من هلال ذي الحجة لمن أراد أن يضحي. والحديث كما أخرج مسلم عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، وفي رواية حتى يضحي. فتوقف المضحي عن قص شعره وأظفاره بدءاً من غروب شمس آخر أيام ذي القعدة وبداية هلال ذي الحجة، يعني من مغرب اليوم يقف من أراد الأضحية أن يأخذ من شعره وأظفاره. وهذا النهي الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: فلا يقص، فلا يأخذ من شعره ولا من بشره شيئا، أو رواية الأمر فليمسك، حملها العلماء على أحد محملين، وهما قولان للفقهاء. الأول أن هذا نهي لا بد من الامتثال له، وأن الأمر الوارد في قوله فليمسك أمر وجوب، وهو قول طائفة من الفقهاء، فيما ذهبت طائفة أخرى إلى أن هذا ليس للإلزام بل هو للاستحباب، وأن قوله فلا يأخذ من شعره ولا من بشره النهي فيه للكراهة، بمعنى أنه من أراد أن يضحي فلا يقص شعره، وهذا يشمل جميع شعر الجسم، شعر الوجه والرأس وسائر البدن، ويشمل أيضا قصه أو حلقه أو نتفه، فإزالة الشعر بكل وجه ممتنع، وكذلك تقليم الأظافر. قالوا: الحكمة في ذلك أن يكون المضحي له شبه بالحاج الذي إذا أحرم كان من محظورات الإحرام عليه قص شعره وأظفاره، فلأنه يشبه الحاج الذي يهدي هدي التمتع والقران بإمساكه عن الشعر، فله شبه به. ومن الفقهاء من قال كما أسلفت لك إن الأمر هاهنا ليس للوجوب ولا النهي للتحريم. وعلى كل فالمسألة ينبغي أن تكون في سبيل الاحتياط، لمن أراد أن يضحي أن يقف عن أخذ الشعر والأظفار ولو لم يكن للوجوب أو النهي للتحريم، لكنه احتياطاً وإمساك لها. فها هنا تنبيهات تتعلق بقص الشعر والأظافر في الأضحية. أولها أن الوقت الذي يبتدئ فيه الإمساك عن الشعر والأظافر من أول ليلة من ليالي ذي الحجة وحتى يضحي، فإن ذبح في اليوم الأول من أيام العيد أو في الثاني أو في الثالث لا يزال ممسكاً حتى يذبح أضحيته. وماذا لو لم يكن ينوي الأضحية ثم نوى؟ ما كان عنده قدرة ولا عنده مال، في ثالث أيام ذي الحجة أو رابعها وجد مالاً فنوى أن يضحي، يمسك منذ أن نوى ويترك شعره وأظفاره. التنبيه الثاني أن النهي كما قلت لك عن أخذ الظفر يشمل إزالته بآلة أو بسن أو بكسره، وكذلك الشعر يشمل القصة والحلق والنتف وشعر الرأس والعانة والإبط، والبدن كله في هذا سواء.
التنبيه الثالث: لو أخذ إنسان يريد الأضحية أخذ من شعره أو من ظفره، هل تبطل أضحيته؟ الجواب: لا، من أراد أن يضحي ثم أخذ من شعره وأظفاره فإن هذا لا يبطل الأضحية. لكن من يقول من الفقهاء إن النهي للتحريم في أخذ الشعر والأظافر يكون عاصياً ويخسر وينقص من أجره بقدر معصيته، لكن الأضحية لا تبطل. ومن يقول من الفقهاء إنها ليست للإلزام يقول هذا خلاف الأولى، والأحق به ألا يفعل احتياطاً لذلك وإبقاءً على أمره ونهيه عليه الصلاة والسلام. والتنبيه الرابع: لو أخذه ناسياً، قص من شعره أو أظفاره ناسياً، فلا حرج عليه، وكذلك إن كان معذوراً، إن كسر قدر من ظفره فأزاله فلا شيء عليه ولا يناله شيء على هذا الأخذ. التنبيه الخامس: من أراد أن يضحي عن نفسه وأهل بيته يلزمه هو فقط الإمساك عن الشعر والأظافر، أما أهل البيت زوجته وإخوته إن كانوا يدخلون في أضحيته وكذلك أولاده من البنين والبنات لا يتوجه إليهم هذا الأمر، وليسوا مخاطبين بالإمساك عن الشعر والأظافر، بل هو يتوجه إلى من يشتري الأضحية بماله ويذبحها عن نفسه وعن أهل بيته، فالمسألة متعلقة به. وهنا أيضاً مسألة مهمة: الأضحية ذبحها أفضل من التصدق بثمنها. لو ملك إنسان ثمن أضحية ثم قال: أنا إما أن أشتري أضحية وإما أن أتصدق بثمنها على فقير محتاج يحتاج هذا الثمن، يقول ابن القيم رحمه الله: الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد، كالهدايا والضحايا. ليش؟ قال: فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود، وهو عبادة يحبها الله، وهي عبادة مقرونة بالصلاة، فصل لربك وانحى، يقول رحمه الله: ففي كل ملة صلاة ونسيكة، يعني ذبيحة لا يقوم غيرها مقامها. ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران في الحج بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقام الهدي وكذلك الأضحية، انتهى كلامه. وكذلك قال ابن قدامة: والأضحية أفضل من الصدقة بقيمتها. وقال النووي أيضا: مذهبنا أن الأضحية أفضل من صدقة التطوع، للأحاديث المشهورة في فضلها. سئل الإمام مالك أيضا عن الرجل يتصدق بثمن أضحيته أحب إليه أم يشتري أضحية؟ قال: لا، أحب لمن كان يقدر على أن يضحي. قال: لا أحب لمن قدر أن يضحي أن يترك ذلك. وهكذا تدركون أنها أفضل. أختم مسائل الأضاحي التي ابتدأناها البارحة بالتنبيه على جملة من الأحاديث التي تشتهر وتنتشر وهي ليست صحيحة، وأصدر هذا بمقولة للإمام ابن العربي المالكي رحمه الله، فقد قال في شرح الترمذي: ليس في فضل الأضحية حديث صحيح، وقد روى الناس فيها عجائب لم تصح. المراد بذلك يا إخوة فضل الأضحية على التحديد، أن تجد حديثاً يدل على فضلها، وإلا فعموم الطاعات يدخل فيها الأضحية، وثبوت فعلها على النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس كما مر بكم البارحة أيضاً دليل صحيح. لكن هاكم جملة من الأحاديث التي تنتشر ويظن الناس أنها دليل على الأضحية بعينها. حديث عائشة رضي الله عنها: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا. الحديث ضعيف، أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم والبغوي في شرح السنة، وضعفه الألباني رحم الله الجميع. الحديث الثاني حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. الحديث موضوع، أخرجه ابن ماجه، وهو لا يصح نسبته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحديث الثالث حديث عمران بن حسين رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها، يعني اشهدي ذبحها، فإنه يغفر لك عند أول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملته، وقولي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال عمران بن حصين: قلت يا رسول الله، هذا لك ولأهل بيتك خاصة، فأهل ذاك أم للمسلمين عامة؟ قال: لا، بل للمسلمين عامة. الحديث أخرجه الطبراني أيضا في المعجم الكبير والأوسط والحاكم والبيهقي، لكنه حديث منكر، تعقبه الذهبي بقوله: أبو حمزة ضعيف جدا، وإسماعيل ليس بذاك، يعني في رواة الحديث. وكذلك قال ابن أبي حاتم الرازي: هو حديث منكر. الحديث الرابع أيضا في حديث الحسن بن علي: من ضحى طيبة بها نفسه محتسبا الأضحية كانت له حجابا من النار. حديث موضوع لا يصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد أن تم لنا الحديث أيها الكرام عن الأضحية ومسائلها وأحكامها وما يحتاج إليه فيما يمر بنا كل عام في أضاحينا يوم عيد الأضحى، أنتقل وإياكم إلى النوع الثاني من الدماء المشروعة في الحج، وهي التي تتعلق بمعظم الحجيج: هدي التمتع والقران. من المتمتع؟ من المتمتع؟ نعم، المتمتع هو من جمع بين نسكي العمرة والحج بإحرامين، إحرام أول يأتي به من الميقات للعمرة ثم يتحلل بعد فراغه منها، ثم يحرم مرة أخرى من موضعه الذي هو فيه بمكة للحج يوم الثامن أو يوم التاسع، فهو قد أحرم في سفره الواحد إلى مكة، أحرم بنسكي العمرة والحج لكنه بإحرامين مستقلين، هذا يسمى التمتع، والحاج بهذه الطريقة متمتع. سمي متمتعاً لأنه بين عمرته وحجه يتمتع بكل ما كان محظوراً عليه من محظورات الإحرام، فإذا انتهى من عمرته حل له كل شيء، الطيب والنساء وقص الشعر والأظافر وكل شيء من المحظورات تعود حلالاً، فسمي بهذا تمتعاً. وأما القران فهو الذي يحرم في سفر واحد إلى مكة، يحرم بنسكين العمرة والحج ولكن بإحرام واحد، فإذا جاء إلى الميقات أحرم بالعمرة مع الحج. وليس الحديث هنا الآن بشرح هذين النسكين، وتمر بكم في درس فقه المناسك، لكن القارن يبقى على إحرامه بعد فراغه من العمرة ولا يتحلل، ويدخل في الحج مباشرة ولو جلس في مكة أياماً، بل لو بقي في مكة شهراً، يعني لو قدم من أول ذي القعدة قارناً وأدى الطواف والسعي، يبقى بإحرامه إلى صعوده إلى منى يوم ثمانية أو إلى عرفة يوم تسعة، هذا قارن، وعمرته وحجه دخلا في إحرام واحد. على كل من المتمتع والقارن هدي، وهو المذكور في آية سورة البقرة: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يعني فعليه واجب ما استيسر من الهدي. يقول ابن كثير رحمه الله: أي إذا تمكنتم من أداء المناسك، فمن كان منكم متمتعا بالعمرة إلى الحج، وهو يشمل من أحرم بهما، يعني القران، أو أحرم بالعمرة أولا فلما فرغ منها أحرم بالحج، وهذا هو التمتع الخاص وهو المعروف في كلام الفقهاء، إلى أن قال رحمه الله: فما استيسر من الهدي، أي فليذبح ما قدر عليه من الهدي وأقله شاة. هذا هدي التمتع وهدي القران، ولنا فيه مسائل. المسألة الأولى: ما حكم الهدي بالنسبة للمتمتع والقارن؟ واجب من واجبات الحج لقوله تعالى: فما استيسر من الهدي، فهذا من واجبات الحج على المتمتع والقارن. وأما المفرد الذي حج فقط من غير عمرة فلا هدي عليه، لأنه ليس من واجبات الحج عليه. وكذلك المكيون أهل مكة ومن سماهم الله حاضر المسجد الحرام،
فإنه لا يلزمهم هدي، ولو تمتعوا، يعني لو أحرموا بعمرة في أشهر الحج ثم حجوا من العام ذاته فإنه ليس عليهم هدي، لقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. المسألة الثانية، إذا تكلمنا عن الهدي الواجب على المتمتع والقارن، فإنه أيضاً نحتاج أن نعرف الهدي المستحب. هناك هدي يذبح أيام الحج يوم العيد وما بعده ليس بواجب، وله صور ثلاثة. الصورة الأولى هو هدي الحاج المفرد. ألم نقل إن المفرد لا يجب عليه هدي؟ طيب، فإذا كان ليس واجباً وأراد أن يذبح هدياً تطوعاً، ما حكم هذا؟ هذا مستحب، فإذا هذا من هدي التطوع، وهو الهدي الذي يذبحه الحاج المفرد، وكذلك المكي الذي لا هدي عليه. الصورة الثانية لهدي التطوع ما زاد على الواجب في هدي التمتع والقران. هدي التمتع والقران كم الواجب فيه؟ شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. طيب، ماذا لو أهدى بقرة كاملة؟ ما حكمه؟ لو أهدى بقرة كاملة أو ناقة كاملة ما حكمها؟ السبع واجب والزائد تطوع. ممتاز، ما زاد على القدر الواجب ويجب عليه شاة فذبح شاتين، ما حكمها؟ الأولى واجبة والثانية مستحبة. يجوز التطوع في الهدي بزيادة على الواجب؟ إلى كم يجوز؟ إلى ما شاء الله. نعم، أهدى النبي عليه الصلاة والسلام هدياً كثيراً، أهدى 100 ناقة والواجب عليه كم؟ سبع بدنة. نحرها بيده عليه الصلاة والسلام، بل استبقت إليه 5 أو 6 تقرب أعناقها إليه، أيتهن يبدأ بها صلى الله عليه وسلم. نحر بيده 63، ثم أعطى الباقيات علي رضي الله عنه أن يكمل نحرهن. قال العلماء، وهذا من اللطائف، نحر من عدد الإبل بعدد سنوات حياته صلى الله عليه وسلم، ثم مات بعد حجته تلك في مطلع السنة التي تليها. هذا هدي التطوع. إذن الصورة الأولى هدي المفرد والمكي، والصورة الثانية ما زاد على الواجب في هدي التمتع والقران. الصورة الثالثة الهدي الذي يذبحه المعتمر من غير حج. شخص جاء في أي يوم في السنة، جاء مكة معتمرا، والعمرة ليس فيها هدي، لكنه أحب إذا جاء مكة أن يذبح هديا لله، هذا أيضا من التطوع المستحب. ذكرت هدي التطوع مع الهدي الواجب على المتمتع والقارن لأن أحكامها واحدة. ومن الأحكام في المسائل ثالثا مكان ذبح الهدي، سواء كان هدي واجب أو هدي تطوع، يذبح في الحرم، والمقصود بالحرم حدود حرم مكة من جميع النواحي، وألا يذبح خارج حرم مكة. يقول ابن العربي رحمه الله: ولا خلاف في أن الهدي لا بد له من الحرم. فينقل هذا على سبيل الاتفاق أن الهدي لا بد أن يذبح في مكة. سؤال: فمن ذبح خارج مكة؟ قالوا: لزمه أن يذبح أخرى مكانها وتكون تطوعاً، لكن الهدي الواجب لابد أن يذبح في الحرم. الأدلة على هذا كثيرة، منها قوله تعالى: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم. وقال: كل فجاج مكة طريق ومنحر. وأما نقل اللحم وتوزيعه والاستفادة منه فلا بأس أن يكون داخل مكة أو خارجها. نتكلم عن هدي التمتع والقران والتطوع. ذبحت في مكة، ماذا تفعل بلحمها؟ السنة أن تأكل منها وتهدي منها وتتصدق. وإذا ما كان لك سعة أو كنت مرتبطا بمجموعة ورفقة وشركة ومؤسسة وهم يتكفلون بذلك فأنت وكلتهم فيها، لكنه ماذا لو أراد إنسان أن يأخذ من لحمها فيبعثه إلى أصدقائه وأقاربه خارج مكة؟ الجواب: هذا جائز طالما ذبحت في مكة، فلا بأس من نقلها وتوزيعها داخل أو خارج مكة. ومن هنا يا كرام، منذ سنوات صدرت فتاوى المجمع الفقهي
بجواز نقل لحوم الهدي والأضاحي إلى بلدان العالم الإسلامي لما فاض العدد والحجاج بالملايين كل عام، وهناك من يذبح الهدي، وهناك من يفدي، وهناك من يتطوع، فيتجتمع ملايين الذبائح كل عام في مكة أيام الحج، ولن تؤكل كلها في مكة فتحفظ مبردة. فقام المشروع المبارك الذي يقوم عليه البنك الإسلامي للتنمية، وهو الذي يتولى كل سنة عبر مجموعة من الجهات الرسمية في مكة مشروع ذبح وتوزيع لحوم الهدي والأضاحي، وهي التي يدفع لها الناس المبالغ التي تعلن كل عام، فيقوم عليها فريق مختص بانتقاء المجزئة من الذبائح وبالقيام على ذبحها ثم حفظها مبردة، ثم تبعث كل عام عن طريق البنك الإسلامي للتنمية للدول الإسلامية المحتاجة والأقليات المسلمة وبلاد المسلمين التي تصيبها بعض النكبات والكوارث كالفيضانات والمجاعات، فنفع الله بهذا نفعا عظيما، وحفظ من هذا المشروع الذبائح واللحوم التي تراق دماؤها في مكة. فاجتمع فيها أمران: إراقة الدم داخل مكة امتثالا لأمر الله، ثم الإفادة من هذه اللحوم في بلاد المسلمين التي يحتاجونها هنا وهناك. هذا ما يتعلق بلحم الهدي في التمتع. وتبقى فيه مسألتان، الثلاث مسائل. المسألة الرابعة: القدر الواجب في هدي التمتع كما تقدم شاة مجزئة أو سبع بدنة أو سبع بقرة عن كل حاج. فإذا حججت أنت وزوجتك فعن كل واحد منكما شاة، ولا يشتركان في شاة واحدة، لكن يشترك السبعة في بقرة أو في بدنة، يعني في بعير. المسألة الخامسة، وهو ما يتعلق بالبدل، بدل هدي التمتع لمن عجز عنه. قال الله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. هذا يسمى بدل هدي التمتع. متى ننتقل من ذبح الهدي إلى الصيام؟ الله ماذا قال؟ قال: فمن لم يجد. من لم يجد ماذا؟ من لم يجد قيمة الهدي، من لم يجد قيمته، عليه أن يصوم. يصوم كم؟ عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة بعد الحج. ثلاثة في الحج متى تبدأ؟ تبدأ منذ وصوله مكة. إذا اعتمر وفرغ من عمرته وبقي له في مكة أيام، يبدأ بصيام الثلاثة الأيام، ويجوز أن يصوم، لكنه يحرم عليه صيام يوم العيد وأيام التشريق بعدها، لأنها أيام ممنوع صومها. ويوم عرفة أيضا لا ينبغي أن يصومه، لأن الأفضل له أن لا يصوم. طيب، ماذا لو ضاق عليه الوقت، أو جاء مكة وكان ينوي أن يذبح ثم فقد ماله في اليوم الثامن أو يوم عرفة وفقد المال وعليه أن ينتقل إلى الصيام؟ سيصوم بعد أيام التشريق، لأنه معذور ولم يكن قاصدا تأخير تلك الأيام. وأما السبعة الباقيات فمتى تصام؟ قال: إذا وسبعة إذا رجعتم. إلى أين يرجع؟ يرجع بعد الفراغ من الحج بمغادرة مكة. فإن كان سيرجع إلى بلده الذي يقيم به يصومه هناك، فإن كان له سفر قبل الرجوع إلى البلد سيزور بلدا آخر، أو له تجارة، أو له زيارة أقارب ورحم قبل عودته إلى بلده، فإذا غادر مكة جاز له أن يشرع في صيام الأيام السبع الباقيات، ولا يشترط فيها التتابع، يجوز أن يصومها متفرقات، لكن لا ينبغي تأخيرها، لأنها واجب من واجبات الحج، وهي وقعت بدلاً عن الهدي. وبعض الناس يتراخى جداً في تأخيرها، والأولى المبادرة بها إتماماً للنسك وأداءً للواجب. أنا هنا أنبه تنبيهاً يا كرام، الله يقول: فمن لم يجد. يسأل كثير من إخوتنا الحجيج أنه جاء إلى الحج ومعه مبلغ من النفقة، هو قد دفع تكاليف الحج للجهات المسؤولة القائمة على خدمة المجموعة التي هو فيها، يعني المبلغ مدفوع بالنسبة للسكن وربما حتى للطعام والشراب وللمواصلات والتنقلات والمخيمات، بقي مصروفه الذي يحتاجه هو، وفي يده قدر من المبلغ. فلما جاء مكة والمدينة وزار ودخل في أعمال الحج،
في يده مبلغ يكفي لقيمة الهدي، عنده مبلغ لكنه حسب حساب شراء الهدايا للزوجة، للأطفال، لأولاده، لجيرانه وأحبابه، ورأى أنه لو صرف هذا المبلغ أو جزءا منه في هدي التمتع لا يجد قيمة الهدايا. اعلموا رعاكم الله أن الهدي واجب، وصرفه، صرف المبلغ الذي معه في قيمة هدي التمتع أوجب، ولا يجوز أن يصرفه في شراء الهدايا ويعتبر نفسه عاجزا عن الهدي وينتقل إلى الصيام. انتبهوا، من كان قادرا على الهدي فتركه توفيرا للمال وانتقل إلى الصيام لا يجزئه الصيام، لأن الله قال فمن لم يجد، فهذا انتقال عند العجز وليس عند القدرة، والمسألة بين العبد وبين ربه في قدرته أو عدم قدرته. انتقل الآن إلى المسألة الأخيرة في هدي التمتع، وهي مسألة محل خلاف بين الفقهاء، ما وقت ذبح هدي التمتع؟ الجمهور يا كرام، جمهور فقهاء المذاهب الإسلامية على أن وقت الذبح في هدي التمتع والقران وكذلك التطوع يبدأ يوم النحر، يوم العيد، وبعد طلوع الشمس وصلاة العيد، يعني هو وقت الأضحية، الوقت الذي يبدأ فيه وقت الأضاحي ويمتد، وبعضهم حدده برمي جمرة العقبة، وبعضهم قال إن كان ممن تعجل في مزدلفة من منتصف الليل ورمى جمرة العقبة شرع في الذبح وبدأ في حقه وقت الذبح ولا حرج. وبالتالي فذبح الأضحية، عفوا، ذبح هدي التمتع والقران قبل يوم العيد غير مجزئ، ومن ذبحها كان كمن ذبح الأضحية قبل يوم العيد، شاته شات لحم كما قال عليه الصلاة والسلام، ولن تكون عبادة. هذا قول جمهور الفقهاء. وأما مذهب الإمام الشافعي وبعض المالكية ورواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه، أن وقت ذبح الهدي في التمتع يجوز قبل يوم العيد، منذ أن يأتي الحاج إلى مكة ويفرغ من عمرته، بل بعضهم قال منذ أن يحرم بالعمرة، وبعضهم قال إذا بدأ بإحرام الحج يوم 8. فالمقصود عندهم يجوز الذبح قبل يوم العيد، واستدلوا لذلك بأن هذا من العمل الذي لم يقيد وقته في الإسلام، وهو من أعمال الحج، ثم قاسوه على الصيام. من لم يجد الهدي ماذا يفعل؟ يصوم 3 أيام في الحج. سؤال، صيام 3 أيام متى يبدأ؟ يبدأ هذه الأيام، ممكن أن يصوم الآن. صيام 3 أيام متى يبدأ؟ يعني من الآن ممكن أن يصوم. قالوا فإذا كان البدل وهو الصيام يجوز من الآن، فالمبدل وهو الأصل ألا يجوز هذه الأيام؟ فما المانع أن يذبح من الآن هديه قبل يوم العيد؟ هذا فيما استدل به الشافعية، لكن الجمهور يرون هذا قياسا غير صحيح، لأن الدليل الذي ربط هدي النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته ما ذبحوا قبل يوم العيد ولا فعلوا هذا ولا أثر عنهم، وجعلوا ذلك في حكمه مثل الأضحية سواء بسواء. فالأحوط إذن ألا يذبح إلا يوم العيد مع أيام التشريق التي بعدها. ومن فعل ذلك من الحجاج بناء على مذهبهم في جواز ذبح ذلك لا يحرج عليهم، ولا يفتى أحدهم بأن هديه باطل وغير مجزئ، طالما عمل به بناء على مذهب أهل بلده أو مفتي بلده الذي يرافقه ويعمل بفتواه في مناسك الحج. وهي مسألة مبنية عند أهل العلم على مأخذ دقيق عند أهل الشريعة، وهي كل واجب له سبب وشرط، هل يجوز فعله وينعقد إذا تم السبب وتحقق الشرط، أم يجوز فعله إذا انعقد السبب ولو لم يفعل الشرط؟ ولهذا أمثل منها هدي التمتع، فإن سببه الإحرام، وعند الجمهور لا بد من الشرط وهو الإتمام في الحج والشروع فيه والذبح يوم العيد، وعند الشافعية يكفي انعقاد السبب. ومثله كذلك مسألة الكفارة في حنث اليمين، من حلف يمينا وأراد أن يكفر لرجوعه عن يمينه
فهل لابد من مخالفة اليمين حتى تجب الكفارة، أو منذ أن ينوي الرجوع عن يمينه يبدأ يكفر؟ هذه مسألة محل خلاف. تم بهذا الحديث عن هدي التمتع والقران، وننتقل إلى النوع الثالث من الدماء المشروعة في الحج. إذن الأول ماذا كان؟ الأضحية، والثاني الهدي، هدي التمتع والقران وهدي التطوع. النوع الثالث من الدماء معشر الحجيج فدية الإحصار أو هدي الإحصار، وهو المذكور في قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الإحصار مأخوذ من الحصر وهو الحبس، فمن حبس عن الوصول إلى مكة سمي محصرا، فماذا يفعل؟ أحرم من الميقات، وهذا الكلام ليس خاصا بالحج، عمرة أو حج، أحرم من الميقات بالعمرة أو بالحج، لكنه حال بينه وبين الوصول إلى الحرم سبب، لقيه عدو أجاركم الله حبسه في الطريق وهو محرم فما استطاع الوصول إلى مكة، حبسه مرض، حادث سيارة أجاركم الله، دخل على إثره المستشفى وبقي منوما حتى انتهى الحج وانتهى يوم عرفة. بسبب تأخر رحلات الطيران كان المفترض أن يصل مكة يوم الثامن، لظرف ما أو أحوال جوية تأخرت الطائرات أو أغلقت الرحلات، وتفاجأ بأنه لن يصل مكة إلا يوم العيد وقد فات يوم عرفة. ربما يكون في مسألة الطيران ما أحرم أصلا، لكني أتكلم عن شخص تجاوز الميقات وأحرم ودخل في النسك، لكنه ما استطاع الوصول إلى مكة، عنده مشكلة في الوثائق والإجراءات الرسمية، أصابه مرض، دخل المستشفى، حوادث نحو ذلك، أيا كان هذا محصر ما استطاع الوصول. فإذا أحصر فقد يفوته الحج. يخصص الفقهاء في كتاب الفقه في المناسك بابا يسمونه الفوات والإحصار. فوات ماذا؟ فوات الحج. ومتى يفوت الحج؟ ما آخر موعد يفوت به الحج؟ طلوع الفجر يوم العيد. إذا أذن الفجر ولم يدخل عرفة ولو لحظة فقد فاته الحج. فإذا فاته الحج يترتب عليه الحكم الذي نتكلم عنه. قال الله: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني من أحصر عن الوصول إلى الحرم يلزمه أن يذبح الهدي. ما الهدي؟ هو نفسه هدي التمتع والقران، شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، هذا يسمى هدي الإحصار. إذن هل هو من واجبات الحج؟ لا، واجبات الحج هدي تمتع وقران. هل هو من واجبات الحج؟ الجواب لا، هو سبيل إلى التحلل من الإحرام. هو محرم، كيف يتحلل من إحرامه؟ يذبح الهدي ويحلق رأسه ويتحلل، فيقوم الذبح في فدية الإحصار مقام الطواف والسعي، لأنه ما يصل مكة فلن يطوف ولن يسعى، يذبح هدي الإحصار ويتحلل بحلق رأسه. هكذا حصل لنبيكم صلى الله عليه وسلم لما منع من دخول مكة عام الحديبية سنة 6 من الهجرة، منعته قريش، فماذا فعل؟ يقول ابن عمر كما في صحيح البخاري: خرج النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فماذا فعل؟ قال: فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وتحلل. أين يذبح الهدي؟ في الإحصار. نعم، يقول الحافظ ابن حجر: ظاهر هذا الحديث في القصة أن أكثرهم نحر في مكانه. أين؟ أين؟ في الحديبية. وأين تقع الحديبية؟ الحديبية خارج حدود الحرم، القادمون من جدة في منطقة تفتيش، الداخلين إلى مكة تسمى الشميس اليوم، هذه هي محاذاة الحديبية، وهي خارج حدود الحرم بقليل. إذا ذبحوا داخل الحرم أو خارجه؟ خارج حدود الحرم. يقول الحافظ ابن حجر: ظاهر القصة أن أكثرهم نحر في مكانه وكانوا في الحل، وذلك دل على الجواز، والله أعلم.
طيب، هذا إذن نتكلم فيه عن مكان ذبح الهدي، ويدخل فيه يا كرام، أنا قلت لكم الإحصار هو الاحتباس بالعدو أو الاحتباس بالمرض. الفقهاء هنا على قولين، من الفقهاء وهو مذهب الشافعي من يرى أنه لا يكون المحصر محصرا إلا بسبب العدو، أما المرض أو أي سبب آخر فلا يسمى إحصارا ولا تنطبق عليه أحكام الإحصار. وطائفة أخرى من الفقهاء يقولون طالما ما استطاع الوصول لأي سبب كان فهو محصر تلزمه الأحكام في الإحصار، المرض، ضياع النفقة، وثائق وإجراءات رسمية تمنعه من الوصول لأي سبب، فعندئذ تجب الفدية. مسألة أخيرة مهمة، كل ما تقدم في الإحصار يجب فيه ذبح الهدي من أجل ماذا؟ التحلل من الإحرام والعودة، إلا لمحرم اشترط عند إحرامه بقوله فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وفائدة هذا الاشتراط أنه إذا حبس عن الوصول إلى مكة يتحلل من إحرامه ولا هدية أو ولا فدية عليه للإحصار. دل على هذا حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها، فإنها قالت يا رسول الله، والحديث عند مسلم، إني أريد الحج وأنا شاكية، يعني أنا أشتكي المرض، يعني أخاف ألا أستطيع إكمال الحج. فقال لها عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي، وعلمها أن تقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وفائدة هذا هو عدم لزوم الفدية عند الإحصار. تنبيه أخير في فدية الإحصار، هذا الدعاء بعض الناس يرى أنه يشرع قوله لكل من جاء الميقات وأحرم بحج أو عمرة في كل الأحوال، والصواب ليس كذلك. لكن من ظن أو غلب على ظنه أو خاف أن يطرأ عليه شيء يمنعه فليشترط. وأما من كان ظاهره السلامة وغلب على ظنه أنه لا شيء يعوقه فالأصل في حقه أن لا يشترط. ما الدليل على هذا؟ علم النبي عليه الصلاة والسلام ضباعة بنت الزبير أن تقول ذلك لما قالت له وأنا شاكية، لكن ما قالها لأحد آخر من الصحابة، وهم كثيرون حجوا واعتمروا، ولا قال لأحد منهم اشترطوا، بل هو عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات وحج مرة ولم يؤثر ولا في مرة من إحراماته الخمس أنه قال وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. يبقى يقول قائل طيب أنا لا أعلم الغيب ولا أدري ماذا يحصل في الطائرة، في السيارة، في القطار، في الإجراءات، في منافذ الدخول، ما الذي يعترضني من صحة ومرض؟ نقول صحيح لا نعلم الغيب، لكن لنا بالظاهر وما يغلب على الظن. فإن كان الظن في الظاهر غلبة السلامة فلا يشرع الاشتراط. ومن غلب على ظنه كمريض رأى في نفسه بدايات المرض أو رأى أن في إجراءاته ما قد يتعذر معه إتمام الوصول فيشترط اتباعا للسنة، وفائدة ذلك كما أسلفت هو عدم لزوم الفدية أو هدي الإحصار. ننتقل إلى النوع الرابع وبه نختم مجالسنا في الحديث عن الدماء المشروعة في الحج، وهو الكفارات في الحج. الكفارات في الحج أنواع يا كرام، وهي من الدماء المشروعة في الحج. حتى نلملم ما سبق، تكلمنا عن الأضحية، ثم هدي التمتع والقران، ثم هدي الإحصار أو فدية الإحصار، هذه 3. الرابع هو ذبح الفدية كفارة في الحج. السؤال، متى تجب الكفارة في الحج؟ لأحد سببين، فعل محظور أو ترك واجب، فعل محظور أو ترك واجب. فتكون الكفارة هنا بذبح الفدية من أجل جبر النقص والخلل الذي حصل في النسك. فإذا تذبح الفدية في الكفارات جبرا لها، يصيبها خلل ونقص، مثل سجود السهو في الصلاة، إذا حصل خطأ في الصلاة، فات ركن فاستدركناه نسجد، فات واجب نسجد للسهو، فسجود السهو جبر للنقص والخلل الذي يصيب الصلاة، وكذلك الكفارات في الحج.
إذن الكفارة إما لترك واجب أو لفعل محظور، وله تفصيل سيأتي ذكره الآن. قبل أن أشرع انتبهوا معي، الكفارات في الحج تجب لأحد هذين السببين، وسيأتيك التفصيل. إما ترك واجب أو فعل محظور. يا إخوة، من الخطأ الذي يقع فيه بعض الحجيج إذا وصل مكة في عمرة أو حج، ذهب واشترى فدية أو دفع قيمتها، فإذا سألته ما هذا قال هذا فدية عامة، كفارة عامة. ما معنى هذا؟ يقول لك أخاف أن يكون عندي خطأ في النسك، شيء من النقص، تركت شيئا ما انتبهت له، أو وقعت في شيء عن غير قصد، فأنا أدفع هذا وأذبحه من باب الاحتياط. هذا ليس مشروعا يا كرام، بل هذا من زيادة في العبادة ما أذن الله بها. إذا أردت أن تتصدق بمال فاذبح هدية تطوع، هذا أبرك وأنفع، لكن لا تنوي كفارة لشيء ما تعلم أنك صنعت فيه خطأ أو تركت واجبا. إذن الكفارة إما لفعل محظور أو ترك واجب. نبدأ بالأول وهو فعل المحظور. فعل المحظور يا كرام يختلف باختلاف المحظور الذي يقع فيه المحرم، والمحظورات كثيرة وليست كلها تجب فيها الفدية بذبح شاة، فانتبهوا. من الكفارات ما يجب فيه ذبح بدنة، وهو الجماع قبل التحلل الأول. إذا أحرم وما أدرك طواف الإفاضة يوم العيد يجب عليه ذبح بدنة. وأما الجماع بعد التحلل الأول، يعني إذا أدى الأفعال يوم العيد من رمي وحلق ونحر لكنه ما طاف للإفاضة، فقط بقي عليه الطواف، فالفدية شاة. وأما باقي المحظورات فالأحكام فيها تختلف، ليس فيها إلزام بفدية ذبح شاة، بل أحكامها متفاوتة. فإذا وقع في محظور آخر وهو الحديث مثلا عن قص الشعر وتقليم الأظافر ولبس المخيط، هذه ثلاثة تشترك في فدية واحدة، وهي فدية تخيير وليست إلزام، وهي مخير فيها بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، فهو مخير، فليس ملزما بذبح الفدية في ترف فعل هذه المحظورات الثلاث. وهناك من المحظورات يا كرام ما ليس فيه كفارة أصلا، مثل تغطية الرأس واستعمال الطيب، فإنه يزيل هذا المحظور، فيكشف رأسه يعني الرجل، ويزيل أثر الطيب إذا وقع في يده أو ملابسه، ولا شيء عليه، لا تلزمه كفارة. بعض الناس يظن أن المحظورات كلها تلزمه فيه فدية، وهذا خطأ. ليس الدرس هنا الآن لبيان أنواع المحظورات وأقسامها وما يلزم فيها، سيأتيكم هذا في درس فقه المناسك إن شاء الله، لكن المقصود هنا أن ندرك أن من الدماء التي تذبح بسبب فعل المحظور هو الدم الذي يذبح لبعض المحظورات، وهي الجماع، فإن كان قبل التحلل الأول فالواجب بدنة، وإن كان بعد التحلل الأول وقبل الثاني فالواجب شاة. وكذلك من أفسد عمرته بجماع قبل إتمامها فإنه تلزمه فدية. وأما فدية جزاء الصيد، من قتل صيدا وهو محرم، فإن الله قد قال فجزاء مثل ما قتل من النعم، فمن صاد حمامة ذبح شاة، ومن صاد نعامة ذبح بقرة أو بعيرا، وهكذا في أنواع محددة يذبح فيها من الإبل والبقر والغنم بحسب الصيد الذي صاده المحرم حال إحرامه، فتجب فيه الكفارة وتسمى جزاء الصيد. يقول الإمام القرطبي رحمه الله في الحديث عن هذه المحظورات وما يترتب عليها من كفارة، قال فإذا وجب عليه نسك فإنه مخير في ذبحه وتوزيعه في مكان فعل المحظور. يعني ربما وقع في شيء من هذه المحظورات خارج الحرم، وفي الطريق من المدينة إلى مكة وهو محرم، أو من جدة إلى مكة وهو محرم، وقع في شيء من المحظورات مثل لبس المخيط أو قص الشعر والأظافر، فإنه تلزمه الفدية. فهل يلزمه إذا أراد أن يذبح في المكان الذي وقع فيه المحظور؟ الجواب هو إما أن يفعل هناك أو يفعل في مكة. وقال الله عز وجل في جزاء الصيد هديا بالغ الكعبة، يذبح الهدي بالغ الكعبة يعني واصلا إليها. يقول ابن كثير رحمه الله والمراد وصوله الحرم بأن يذبح هناك،
إلى أن قال: وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة. كعب بن عجرة من الصحابة رضي الله عنه في عام الحديبية كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا محرمين للحج أو للعمرة؟ للعمرة. وتعلمون أنهم في إحرامهم عام الحديبية ما دخلوا مكة وتحللوا، كانوا محصرين. كعب بن عجرة وهو محرم أتعبه القمل في رأسه، مر به النبي عليه الصلاة والسلام والقمل يتناثر على وجهه من كثرته، فقال له: أرى قد آذاك هوام رأسك؟ ثم أعطاه الحل، قال: احلق رأسك. هو محرم كيف يحلق؟ قال عليه الصلاة والسلام: وقد بين له الكفارة، وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو اذبح شاتاً، وهي التي جاءت في سورة البقرة: فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. صيام كم؟ 3 أيام، وإطعام كم؟ 6 مساكين، وذبح شاة. هو مخير بينها، ما الذي يختاره؟ الأحب إليه، الأيسر عليه، يختار ما شاء. فإذا اختار الذبح فإنه يتعلق به الحديث عن ما نقوله في كفارة المحظور إذا ذبح. السؤال الآن: كعب بن عجرة أين ذبح؟ داخل مكة أو خارجها؟ خارجها، لأنه ما دخل مكة. انتبه، لا تقل إنهم أصلاً تحللوا من إحرامهم، كعب بن عجرة فعل ذلك قبل أن يتحللوا. لذلك جاء في حديث ابن عمر، قال في حديث كعب بن عجرة: فأمره أن يحلق وهو بالحديبية، ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله الفدية. والحديث في الصحيحين. هذه فدية الإحصار، وقد تبين لك التنبيه أنه ليس كل محظور من محظورات الإحرام ها يلزم بفعله فدية، بل المحظورات أنواع، منها ما يجب فيها الفدية، وقد تبين لك أن فيها ما يسمى بفدية الأذى، وهي لبس المخيط وحلق الرأس وتقريم الأظافر، ومنها جزاء الصيد، ومنها كفارة الجماع. وأما باقي المحظورات فلا يلزم فيها إراقة الدم. هذا النوع الأول من الدماء التي تجب في الكفارة، وهي كفارة في فعل المحظور. أما النوع الثاني في الكفارات فهي فدية ترك الواجبات، الواجبات في الحج، والعمدة فيه عند الفقهاء أثر ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دما. من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دما. الأثر هذا لا يصح مرفوعاً إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل يصح موقوفاً من كلام ابن عباس، واعتمد عليه الفقهاء، فأفتوا أن من ترك واجباً من واجبات الحج ماذا يلزمه؟ يلزمه فدية شاة أو سبع بدن أو سبع بقرة. هنا تنبيهان يا كرام نختم بهم الدرس. التنبيه الأول: هذا الواجب الذي يجب فيه ذبح شاة هو إذا تركه المحرم مع قدرته على فعله، الذي تركه وهو قادر. أما الذي يعجز المحرم عن فعله فهذا لا شيء عليه، الواجبات تسقط بالعجز. مثال: شخص حبسه الزحام في الطريق من عرفة إلى مزدلفة، وظل عالقا في الطريق إلى طلوع الفجر، هل تجب عليه فدية لأنه ترك المبيت في مزدلفة؟ الجواب لا. شخص ما استطاع المبيت في منى ليالي أيام التشريق، والسبب أنه وحجاج مجموعته ليس لهم مخيم في منى وليس لهم مكان، وعلم أنه لا يوجد مكان يخصهم ينزلون فيه للمبيت، هذا يسقط عنه المبيت ولا فدية عليه. كذلك كل واجب من الواجبات التي ليس فيها بدل ولا يستطيع هو أن يفعلها. أما الرمي مثلا، رمي الجمرات، فهو يرمي ما استطاع، يرمي في اليوم الثاني ما استطاع، يوكل، لكن لا يسقط الرمي تماما. وهكذا ستقول في الواجبات الأخرى، فإنه يفعلها بنفسه أو بالنيابة أو إذا استدركها في وقت آخر. هذا تنبيه أول مهم، أن الساقط من الواجبات بسبب العجز لا يلزم فيها الفدية. التنبيه الثاني يا كرام، وهو مهم للغاية: بعض الحجاج يحتاج أن يفعل المحظور أو يترك الواجب لشيء يخصه هو،
فيفعل ويترخص بأنه سيذبح الفدية. يعني مثلاً لن يحرم من الميقات، والواجب أن يحرم من الميقات، لكنه لا يريد أن يحرم لسبب أو لآخر، فيظن أنه يجوز له أن يترك الواجب طالما سيذبح الفدية. يا كرام، الفدية تجب لجبر النقص وليس لتعمد الخلل ثم الفدية. أعطيك مثالاً، هل يجوز للإنسان أن يقول في الصلاة أنا عمداً سأترك التشهد الأول اختصاراً للوقت ثم أسجد للسهو آخر الصلاة؟ هذا عبث، صح؟ كذلك في الحج من العبث أن تأتي لبعض الواجبات فتقول أنا لن أفعل هذا الواجب وسأذبح مكانه، هذا لا يصح ولا يجوز حتى للمفتي أن يفتي الناس به، كأنه يقول له أترك الإحرام من الميقات واذبح فدية. ما أستطيع أن أقول لمسلم أترك الإحرام من الميقات والنبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالإحرام من الميقات. لكن من أخطأ في الحج ووقع في ترك الواجب خطأ فإن هذا الخطأ يسدد ويجبر بالفدية وليس الشأن بالاختيار. فهذا تنبيه مهم يا كرام. واجبات الحج كثيرة، رمي الجمرات، المبيت في منى ليالي أيام التشريق على قول الجمهور، طواف الوداع على قول الجمهور، الوقوف بعرفة إلى الليل على قول الجمهور، الإحرام من الميقات كما قلت لكم، المبيت في مزدلفة على قول الجمهور. والفقهاء يتفاوتون في تعداد الواجبات، فبعضهم يعد المبيت بمزدلفة واجبا وبعضهم يعده ركنا وآخرون يرونه سنة. المبيت في منى أيام منى الجمهور يرونه واجبا والحنفية يرونه سنة، وبالعكس يوم الثامن من التروية فهو واجب عند الحنفية مستحب عند غيرهم. والمقصد في هذا الإشارة إلى الخلاف المعتبر عند الفقهاء. وبعد أيها الكرام، فما نختم به هذين المجلسين في الدماء المشروعة في الحج قضية مهمة للغاية. هذه الدماء ليست عقابا على العباد في الحج، بل هي عبادة عظيمة وقربة، فلا بد أن تمتلئ الصدور تعظيما لله، سواء كنت ستذبح أضحية أو هدي تمتع أو قران أو كفارة لفعل محظور أو ترك واجب، عليك أن تدرك أنك تفعل ذلك تعظيما لله وتقربا إليه بعبادة يحبها، وهي الذبح له وفي بيته وفي أيام فاضلة عظيمة. وإذا أدركت هذا علمت أن هدي التمتع والقران ليس عبئا ولا تكليفا، لأن بعض الحجيج ربما فضل أن يحج مفردا مع قدرته على التمتع ويبقى بإحرامه أياما، والرغبة عنده فقط هي التخفف من هدي التمتع. ليس الأمر كذلك يا كرام، القضية عبادة هي واجب تؤديه وليس عقوبة ولا نكالا، والأمر فيه سعة. من عجز وهو قادر على التمتع، من عجز عن الهدي صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وهذا أعظم وأفضل وأعظم أجرا. وهذه قضية لا بد أن ندركها في معنى هذه الدماء التي تراق تقربا إلى الله في هذه الأيام.